كانت نتيجتنا متعبة ليس بغريب على هذا الشعار. شكرا أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب من تألق حقيقة في شوطنا الأول هناك بعد الغياب الطويل، فأتت متعبة لتستفتح انطلاقات هذا الميدان. شوطنا الثاني أيها الإخوة، شوطنا الأول الرئيسي في مجموع هذه الأشواط خصص الجعدان. يا هل ترى إلى أين سوف يذهب؟ إلى أين سوف يقادر هذا السلام؟ أذهب هناك إلى صدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. بسم الله يا حجرس على المركز الأول. هناك سيف بن يمعة بن محمد بن عبيد الكعبي أحد الجعدان المرشحات حقيقة هنا لهذه الانطلاقة النقلة على المركز الثاني. النصر سيف بن عبد الله بن مطل الخاصوني الاجتبي بينما اللي في المركز الثالث اللي وصلنا دسمان أحمد بن عبد الله بن محمد بن الهلي النقل على المركز الرابع. هناك شعار بو محمد مع شديد سعيد بن محمد بن أحمد وإبراهيم انتقل بدور إلى المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة. مطر بن علي بن عبد الرشيد بن عبيد بن رشيد الاجتبي. الله يا هجرس سق الله دارك الكعبي، سق الله دارك الكعبي على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز، سواء في المركاض ولا في التعليق ولا في المفحام. دايم ذكره طيب هجرس، دايم ذكره ممتاز هجرس. شكرا يا الكعبي على هذا الأداء المميز. أبناء الخوانيج يحتفلون بهذا الانطلاق، ولكن الخاصوني النصر في اللحظات الأخيرة سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني ولا الكعبي اللحظات الأخيرة. الناموس وين بحايص ولا الخوانيج؟ بحايص. سلام النصر، سلام سيف بن عبد الله بن مطل الخاصوني الشبي المركز الثاني، سيف بن يبعب بن محمد الكعمي المركز الثالث، احمد بن عبد الله بن محمد بن هلي المركز الرابع. ايها الاخوه مطر بن علي بن رشيد الشبي المركز الخامس، سعيد بن محمد بن احمد وابراهيم. هكذا كانت النتيجه. يتحطم التوقيت ايها الاخوه، تحطمت الارقام القياسيه تحت اقدام النصر. شكرا يا الخاصوني. بروبلم يا الخاصوني. سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاجتبي بن تألق في هذا الصباح دقيقتين ثمان 61 جزء من الثانية. التوقيت الافضل يتحطم تحت اقدام النصر. تهانينا والناموس.